كل انتخابات في العراق تنتج أزمة. حولت الآن الساحة الانتخابية إلى بورصة. ما يجري يوصف بأنه محاولة اجتثاث للتيار من قبل الإطار، والدعوة للمقاطعة من حقهم أيضا، اللي مو من حقهم هو منع الآخرين. لا توصف حكومة محمد الشيع السوداني بأنها حكومة ناجحة خارجيا. شروط أمريكا على العراق يكون ضمن خانة التطبيع مع إسرائيل. موقف العراق من غزة استحق العقوبة الأمريكية؟ خطابة شرف العرب جميعا. هذا التشظي تسبب به إخراج الحلبوسي من منصبه؟ لا، هواية تتكبر لي الحلبوسي. شنو رئيس برلمان ورئيس قوية؟ غلطة في تاريخ العراق. بعض يقول إذا فاز محمود المشهداني معناه هو مرشح الإطار. ما مجبور أجابك على هذا السؤال. إيه بس أنا لازم أسألك، مجبور والله.